تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هطل طلع البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تعرف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. أطمن وماله؟ ما يضرش. والله زماني غريب. خير خير. أصلي. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس! الفلوس كلها راحت! عملتها يا ابن النوح! يبقى هتموت. غريب! لا لا لا! غريب! غريب! ارمي سلاحك يا خميس! سلاح! لا 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 يا غريب! ثم إن أهل المجنى عليه ما اتهموش خميس أبو سنة بقتل ابنهم، بل على العكس كل أقوالهم لصالح موكلي، سيما وإن الشهود وتحريات المباحث أفادت إن موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. أما بالنسبة للتهمة الأخرى والخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، فالمعمل الجنائي قد أفاد بسلبية جميع العينات المضبوطة، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جمع!
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا فادي. الله يرحمنا يا خالد، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا اهو. روح يا ام. على السلامه يا حبيبي. ريحيني وروح يا ام. على السلامه يا رب. على السلامه. على السلامه. تقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الأحبة موصول يا شاويش محمد. طمني، ابنك اتعين في الداخلية ولا لسه؟ البركة في دعوات الحاجة. دعوات الحاجة برضو؟ وانت يا كبيرنا. حلوين. الله. حلوين. 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 اي حاجة يحتاجها تجيلي. نعناية الجوز. بقولك ايه يا كبيرنا، الفلوس دي كانت متشلالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وما بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليكوا رجالة زي ما انت. زي ما انت. زي ما انت. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجالة هنا. لكل الرجالة. واي حاجة يحتاجوها. اي حاجة. رقبتي سدادة. اصل يا كبير. وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندي. حلوين. 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 مامور مامور مامور. تمام يا فندم. تمام. لا دي حركة حركة حلوة. حلوين. حلوين. مؤاخذة يا ابني، العتب على العتب. سبارس سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه؟ جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب. هو احسن برضه يتربوا بعيد عنك. دي خلقة تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله. ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك، خلي دي معاك. لا خيرك، 7 سنين معلمين. ياد رزق ياد مكتوب لك ياد. خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنين يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص. واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك، انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده، عدوي واخناتون مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياض. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟
مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير، ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب وسيد المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ رمانة. مراتك؟ مراتي. في حد بيشيل صورة مراته برضه يا جويش؟ على قولك ده يبقى فال عفش. بقول لك ايه، انا اديني فلوس لسوش محمد وكده يبقى امان يا فندينا. وصلت وصلت. شكريم، ما بتنساش حد ابدا يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمه. بالحضن بالحضن يا اجدع رجال. هتوحشونا رجاله، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه يتخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهوله. الدنيا مليانه بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. شطار ابن حان حظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج. افندينا خرج يا رجاله. دونا عن كل اللي واقفين تطلع فصيلة دم انا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. مصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ غلطتك انك لزقت فيا ولبست الطلقه بدال يا خفيف. افندينا خرج يا رجاله.
معلوم اكمنك ما رضيتش تسجد معانا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدة منتخب مصر يا خي. يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش وتطلع تحود. الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقف كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيت ثابته وعز صار طلعت مره بيد طريه وعين زيغه اتفوكس عليك راجل. ما هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده. حد انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدامي، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. نبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكم ساكن على شجره في عز الدهر ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش وكان جحره ده سمك ونط في الميه وابشيته ما بقتش سهله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبك مره نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا بالمعروف قلت لك 100 مره خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفي رقبه العمر كله وانا المعلم وكلمتي على رقبه الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو مقطع فيها كده، وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطه نقطه ودم خلب وسله عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين العباد الروح. استنى خد 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 براء ولا براء، انت انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا ليكاني وباص الدنيا ورايا بسرعه. عفو اجري عفو دخل في عار. يا الف ليله بيضا، شاكرين يا رجاله نجيبكم بالافراح. الخال رجع والحسن رجع للبيت من تاني بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي يا امه طبطبي يا حبيبي يا ابني، نفضي تراب الظلمه من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصه الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك، انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خلونا في الفرح اللي العيد يا اخوانا. يا حبيبي يا ابني كرابة؟ انت لسه خرصة؟ امال في الساعة ده ابو جمعة؟ انت لسانك سابعك على طول كده؟ تتحكي لغات، تعال يا كرابة. بلاش محن يا بنت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا اما تعضل. عضل عضل مراته يا حاجة، سيبيها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب ولا خلاص الزبدة ساحت عالساق. والسما اتحرقت يما واللحمة استوت وطلبة اكال. اتحشم يا واد. يا ألف حمد الله عالسلام. شوق مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. اه شوق. ها قرب يا شوق،
حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا. شو لا اله الا الله. لا مؤاخذه، وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني، انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل، عند المؤمن حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا، قلت هي دي الإنسان. اه هو ده الإنسان، الخسارة في حبل المشنقة. بس أنا عايز أسألك سؤال، هو أنت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قال؟ ولما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده كفاره يا فندينا. أعرف أعرفك براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وأنا بقى حالف باخده من هنا غير وأنا مسلم روحك للي خدتها يا أفندينا. متشكرين على كابتن مصر يا محترف. تطورني يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك هقتلك يا خميس. لو حد متعرف ياض انا بقى اعرفك خميس يا فندم، اول خميس ملوش جمعه. لا بقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني، انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس،
ورحمة الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا انت فاكر يا دي المدة بيرمرم كده يلا ليه؟ والمدة بتاع عيال المدة عنده مزاج وبينقي الجتة اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك وهاخده يا فندينا هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت اثبت يا اثبت يا افتح بوقك يا ابوك ياد عارف انك هنا ما ظنيش انه بالخباوة دي ولا يا زوز ما ظنيش الله يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك معلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس وابوك هيقرا العلامة دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك لا ها اثبت اثبت يا اخلص عرفت حاجه وصلنا له يا كبير فين كباريه المالت بيدور رائد لافندينا هناك وانتوا كنتوا فين وازاي تسيبوه يروح لوحده ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر رفض حد يروح معاه يوم يروح له في حجر المالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا لازم نلحقه قبل ما ياكلوه يلا بينا خميس قفش الدنوح في كباريه المالت وعامل عليه حفله هناك خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله لا الواد هو اللي راح بس شكله كان نوع الشر لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله خلاص مال وشك مسفر كده ليه لا لا الا الله النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل عج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح طب والعمل يا حاج طب تسالني يا ابو سنه لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم هات يا جماعه يا رب استرها راح فينا الصبح كده يا براك مالكيش فيه خليك في حالك ما هو ده حالي وانا مش مراتك ولا ايه مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه بقولك ايه حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجالة كتير وعزوة اكبر يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده خدنا على اخوانا اهو رجالته ابن الكلب بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح اكبر في عينين مين يا بت اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه انت تبقي اتعبطتي قدك عشر مرات
بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب وحات امك اللي عرفت نامك صح. حرام بس. وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا. ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيه. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي بتضرب. فهمت يا براء؟ أدار دموعي جواها محدش عنده فرحة سلة. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها في البيت. صوت البيت. مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطة يا سي خميس. الحريم يدخلوا الأول. خال حفظوا الزوماتي، خليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من عصفورة يا فندينا. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا يلا يا رجالة ورا. يا ابني في ايه؟ دورت مني على البحر. تذبحها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حاجه يا ابني، سيب السكينه اللي في ايدك دي.
تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شاي ايه؟ سكرك ايه؟ معلقة؟ ولا اتنين؟ ولا زيادة؟ ايوه هي زيادة. يلا يلا اثبت، خليك مكانك، قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه، وطي ياض حب على رجل سيدك افندينا. ياض انت ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحه يا زوز، شويش يا مطي، ده مهما كان يتعدى اسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله اللي تقول عليها يا افندينا؟ شفت، لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا بنوضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي ايه رايك يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته، وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا، مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ أرد عليك عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة
أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقت. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، رنس المزاج، أبو الرجال، وكفوا معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاص الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو السنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده إيه، ابنك ولا أخوك؟ الكلام هنا يفرق أوي يا معلم أبو السنة. جرى يا رجالة، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفايه عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر، الله اعلم خلصتك منه ازاي. وانت يا ابو سنه، بضاعتك بدات تشح في السوق، هتنكشف، والشغل الشعبي ميبقاش يليق بافندينا. شوفوا يا رجاله، كلنا عارفين قانون اللعبه كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نعرف فتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجاله. استنى انت يا خميس. عايزك. مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة يا خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة وما انا عارف. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وانت صغير وانا مراقبك، عجبتني لان ليك كرامات مع الحكومه، اللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومه. خيانه تمنها الموت. في السنين اللي فاتت خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، انت خلاص اديت الحكومه حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ انا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغله بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا اليوم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامه عشان يونون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص، بقى بيدور على خطين ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس،
انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، خليك كبير السوق. ايه يا بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني اغرق. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها من غير شوشره؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشتبه. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران يا معلم، هل انا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العاشة عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعملك أكلة خفيفة عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك انت والرجالة. السلامة يا معلمة. على النعمة من نعمة رب، انت اللي معلمة يا معلمة. قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع. ما انت عارفني يا واد يا براء، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براه، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحه دي خالص. ورحمه الغريب، لو عيله ابو سنه دخلت في الحوار ده لكون ما انقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم، مش هيدوم. خميس أكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية وأبو سنة هيلعبوا في نفوخه جامد. آه، بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع، ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، يا 1000 مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براءة تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. ياد، خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. يا عم محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمر بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا، حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابويا، خلاص هتزهق مني. ازهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي، انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها، طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقاله. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا 1000000 حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايزه ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا، انا كلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروشه. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. ها، ممكن نطيرهم. عينيا، حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله، مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا.
هنشاور البضاعة اللي هنستلمها في الكراتين دي؟ أيوة أمال إيه؟ دي كراتين متأمنة وآخر حلاوة. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجة؟ الله، أيوة أمال إيه؟ زوز هات كرتونة فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونة دي طبقتين، طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل، وفي النص هنشاور البضاعة، يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعة بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لبسينها لبسينها. الله عليك يا معلمي، خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عملية متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال، لازم يكون في فكر جديد، لازم. الحكومة بقى عندها حاجات حديثة، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح مار، يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانة دي عايزة واحد نبيه، عايز واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قوم رافنتين، هتحل الصاجة دي بتاعت أرضية الصندوق وهتحط لي صاجة تانية تحت، وفوق منها ترص البضاعة، وفوق منيهم تحط صاجة تانية إنما دبل ومن غير مسامير. هتمسك إزاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس، يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله، محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عيشنا، ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحطها. ناولني. خد يا ابني، خد يا زوز. ناول. يلا هم يا رجاله، يلا يا اخوان انت وهو. يلا. اهلا 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 بريحه الحبايب وريحه اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم، مش هتعايل البضاعه عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعه، قوموا يا كبير. عد رجاله المعلم هريدي وابعت للحاتي، هات اللي يكفي وزياده. حصل يا كبير. طول عمرك اهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش اي مخلوق على الارض يحس ان انا ليا اي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت اول مره. بس المره دي بقى غير كل مره. اتضمن يا معلم، حط في بطنك شادر بطنيخ صفر. العبها من ابعد حته ممكن تطولها، مش لازم اي حد من رجالتك يبان فيها. ما انا مش عاوز اسيب اي فرصه لاي غلطه مش محسوبه. اعتبره حصل. حس كده ده مش خساره فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، الهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان حجرة ايه لو سيبنا رجالة الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا. كم دبك يا خال؟ البضاعة دي احنا دافعين دم قلبنا فيها خميس.
خليها على الله. والله على الله. أرزنا. كتر جمال رب. معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. اكبر مين اللي بقى تحضره؟ مين هذا اللي بقى تحضره؟ بس افندينا ابن كلب. مين هذا اللي بقى تحضره؟ مين اللي بقى تحضره؟ وانتو فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شربيه. طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله. انت فريق. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك. سلوسي. اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شويه مشاعرك اللي متبعتره دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. انا هعوزك تطلقي انتي؟ ليه يا اختي؟ من قله النسوان؟ اخس الحق عليا. كنت عايزاك ترمي العظمتين، تزبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبون اللي جوه تجيبلك واحدة عالزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك فوطة صفرة. عارفة ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. أصل انتي ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله. خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله حريري. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارف ابنك يا حاجه. خميس دماغه انشف من ريق العطشان.
غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش افندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه حاجه بس ده كده. بقول لك ايه، ده امر يا ابو سنه. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاجه. الرجاله بتتواجه، ما بيخافوش رجاله في الضلمه. وادي مرسالك. يلا 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 معلم. بالله سلام. ايه مالك محظوظه كده ليه؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحه يعني اول ما قالوا لنا انا هقابل الباشا الكبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعه انا مقابل الباشا الكبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس، قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجه اللي في الشنطه دي، شويه هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سالك، ولو ما حدش سالك هتيجي برضه تقولي لي مين سالك ومين ما سالكيش وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هقعد جنبك. بتعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عاوزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا، انا هسيبك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصل لي نظام البشاوات والحاجات دي يعني. من غير لا توعك، احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا، يعني اي حاجه هتعرفيها تيجي تقوليها لي انا. ها الحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يو. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زمارة رقبتي وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. اؤمر وأمرني ما عليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس، مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده بقى؟ خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي مساها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي قول لي يا خميس، يا ست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. اه ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش ليك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريدة بنتي، خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه نيجي، نيجي بقى، نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه. أنا لما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس.
تعرف الفالس ده بتحزبوا له بايه؟ هو بتحزبوا له برضه؟ فيش رأس من غير تحزيم يا خميس. احنا مش هنخلص يا نوح من الليلة دي ولا ايه؟ ليلة ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت اللي اتقربوا على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عيش يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خمد اليك وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو هتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس يا باشا. بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هم مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبة اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايدة. براء النوح عايز يردلي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ ما حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خر يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك، واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبنا على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه، وفي كل حته كارثه، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج في إيه؟ إيه لازمة الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت واد زبالة، واد غبي وأهطل، ما أنتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك.
وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فن ترى شفاعه يا رب المعلم النور وامان. ماشي انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص لبة؟ ده راجل من كبار تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروت ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا، ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. زوز عمر فندينك، خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب افندينا، يلا يا رجاله. نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حافظ. يلا يا رجاله. يلا يا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعة رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى رأي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوة. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. والله يا معلم انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند افندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطه.
تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا يا امه؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يا امه، وان كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لنا، بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجه، ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يما. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك جفله. خلاص الجفله بقت بضبة مفتاح، والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر، الله أكبر. طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاء يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها انه مش لازم الضربة تصير، كفاية قوي إنها تدوش. من الحكومة تنتبه له وتحل عن سمان إحنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. أنت بتثبتني؟ بتثبتني أنا يا معلم؟ بقى أنا أقول لك مش هخليها أوبها وأنت تجيب ورا عشان تفتح له سكة؟ وليه ياد ما تقولش إن أنا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبعة ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسيني على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك ياض؟ ده انت ابني حبيبي، ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول إنك بغشمك ده راسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، ولا حوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ آه، مش مهم وصل لي إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامة في الوش، إيه ده؟ إيه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومة عشان نعمل الكلام ده، لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشوية شوية تجيبها على سنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افندينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش.
انا يعني لما بعوز اعور اعور في المؤاخذه حته من الدنيا وخلاص. ها فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين. مالك يا بنت بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابص ايدك يا معلم، ابص ايدك على دقني وخليني امشي. اه لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها ابص ايدك يا معلم، ابص رجليك يا بنت. يا بنت قومي مش شايلين ذنب، انا مش قد. قومي الله لا يسيك، انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذايا. ومين جاب سيره الاذايا دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. اه مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه ولا الحكومه قدي. ويقدر على القدره اللي ربنا. لا ما بنت يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش. انا لو عاوز اتويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لي بطريق جرم. يا معلم انا انت بنت طيب. اه طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكام ضحكه ميصه وكام نظره رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه. اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت بشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هات بقى ودي يا معلم. هتجوزك. عامله ايه يا عروسه؟ ايه؟ اه فهمت. يا معلم تعتقني الوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعد. خلاص يا معلم انا طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني. انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واستيوب هعمل كده، بس خرج من هنا والنبي. مطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، أنا عاوزها عروسة على الفرازة.
ولو قدرت تفرديها شوية افرديها. ماشي يا معلم. هزيت يا اختي وعديتي ها؟ وبيحولوا يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى تكنينه موقوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهله خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح ان النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجه شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. اه هتجيبها هتقولك على كل حاجه، واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقوله برضو على كل حاجه. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه، احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجه علي احنا ما فكرناش فيها. حاجه ايه يا باشا؟ حريم الرجاله دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاويه، كرامه، مطره، شوق، سوريا، حريم الرجاله دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق سهل للوصول لرجالته. شو البضاعة وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الأمر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حسيتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوى يا معلم. يعني ايه يا معلم هلا؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه ايه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بجاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟ وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير. وانا احب كده اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفل انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق اعرف.
انت حقك مردود تلت ومتلت وبأي تمن. رمانة ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجالة. رمانة ما يوزنهاش إلا راجل يسند ظهرها لأجل ما يملى عينيه. أهل كرنا قالوا أدي الجمال وأدي الجمال. أنت جيت لي وقصد أفندينا، بس برضو غاوي، والغاوي ينقط. وقلت إني معاك حكسب فوق ما أنت متخيلة. وديني جيت أهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان نحب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمة. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئة وصور لك إنه ينفع إنك تشتغليني ويبقى آخر الحوار ده إنك تسلميني الأفندينة